التزوير والقرصنة ظاهرتان عالميتان لهما تأثير واسع على كافة مستويات المجتمع. فعلى سبيل المثال، يلحق التزوير الضرر بالشركات التي تنتج المنتجات المشروعة وتبيعها، كما تخسر الحكومات عائدات الضرائب من المنتجات المصنعة أو المباعة في السوق السوداء. وأخيراً، يواجه المستهلكون خطر المنتجات دون المستوى المطلوب. لقد عملت الانتربول في شراكة مع أندروايتر لابوريتوريز على تطوير الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، التي تمكن المحققين من إنفاذ القانون وتسمح للهيئات التشريعية والقطاع الخاص بمكافحة تهديدات الجريمة المنظمة الماسة بالملكية الفكرية عبر الحدود الوطنية. هذه الدورة التدريبية المعتمدة معترف بها من قبل الانتربول، وهي تحدد المعايير العالمية وتوفر للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية المهنيين الوعي والتعلم المتخصصين في هذا المجال. تجمع الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية من جهة بين التعلم الإلكتروني ذاتي التوجيه، حيث يكمل الطلاب دورات دراسية تفاعلية على الإنترنت، ومن جهة أخرى فرصة حضور فصول الدورات التدريبية التي يجريها المحاضر. تتوفر الوحدات التدريبية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وسوف تكون متاحة في المستقبل بعدد من اللغات الأخرى. يمكن لجميع المحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية المسؤولين عن إنفاذ القانون الالتحاق بالتدريب مجاناً. ويستطيع المحققون في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في القطاع الخاص الالتحاق بهذا التدريب أيضاً. تستطيع الكلية إنتاج مواد تدريبية متخصصة مصممة خصيصاً لتناسب منظمات القطاع العام والخاص على السواء. ويجري حالياً وضع آلية من شأنها تمكين الصناعات الفردية أو مالكي العلامات التجارية من تشكيل وحدة تدريبية مخصصة في المجال الصناعي يمكن دمجها في منهج الدراسة في الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، بحيث يتم نشرها وتوفيرها لجميع المحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، أو يمكن قصرها على وكالات معينة من الوكالات المعنية بإنفاذ القانون والتي تنتمي إلى القطاع العام. يتكون برنامج التدريب الأساسي من 3 مستويات: المستوى التمهيدي والمتوسط والمتقدم. سيمنح الطلاب المدعوون للمشاركة في برنامج المستوى المتقدم فرصة فريدة لمواصلة تعليمهم وصقل خبراتهم في مجال الجرائم الماسة بالملكية الفكرية. يرجى زيارة موقع iipcic.org للحصول على كافة التحديثات والولوج إلى الكلية.